هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي في المهجر من باريس عبر الهاتف. مرحبا بك سيد هيثم. يعني ربما أشار السيد خالد إلى أنه ما حدث من اقتتال بين الدولة الإسلامية في العراق والشام وبين الجيش الحر هو من قبيل إثبات أمر واقع ديموغرافي على الأرض وجغرافي على الأرض استباقا لجنيف 2، يعني حتى يبقى الوضع على ما هو عليه إذا ما جاءت جنيف 2. هل تتفق مع وجهة النظر هذه؟ أنا أعتقد أن المسألة أعمق بكثير وأعقد بكثير. وكما يقول الشاعر، طرقت الباب حتى كلمتني، ولكن ما حدا سمع طرقي للباب منذ اليوم الأول لدخول التكفيريين الأجانب إلى سوريا. منذ كان عددهم 200 شخص نبهت إلى هذا الخطر، وقلت بأن ما يحدث ليس مجرد عبور بعض المتحمسين لإسقاط النظام أو مساعدة الثورة السورية. نحن أمام ظاهرة عشناها في أفغانستان، عشناها في الصومال، وعشناها في اليمن. عندما حدث الاتفاق السياسي في اليمن لم يكن لهذه المجموعات أي علاقة به، وما زالت حتى اليوم تقفل بالشعب والجيش. هذه ظاهرة من ظواهر حقبتنا المعاصرة، ظاهرة خطيرة جدا، تعرف كيف تهدم ولا تعرف كيف تبني. وهذه الظاهرة ليست مرتبطة لا بجنيف ولا بالمعارضة ولا بالسلطة. وأنا أرفض أن تستعمل كلمة معارضة لها. يعني هي هذه الظاهرة سيد هيثم كانت في الميدان. هذه الظاهرة سيد هيثم يعني يفهم من هذا الكلام أنها خارج أي حسابات، خارج أي حسابات لأي طرف من أطراف المعادلة إقليميا ودوليا؟ بالتأكيد هذه المجموعات لديها برنامج إيديولوجي مغلق، وهي غير قادرة على التفاعل لا مع المجتمع السوري وطبيعته وتنوعه وغناه، وليست قادرة على التفاهم والتفاعل. لكنها سيد هيثم ممولة من بعض الأطراف، يعني كيف تقرأ تمويلها دون الاعتبار ودون يعني أن تنفذ مطالب الممول؟ سنصل إلى هذه النقطة إذا سمحت. هم عندما جاءوا بمشروعهم الخاص، وعندما وصلوا إلى الميدان للأسف وجدوا من يغطي على جرائمه، ووجدوا بالعكس من يشيد بنضالاتهم، بل وصفهم أحمد الجربة يوما بالحواريين، ووصفهم غيره بأنهم جزء أساسي من الثورة السورية. هؤلاء الذين حاولوا اتباع مبدأ الغاية تبرر الواسطة اليوم يدفعون الثمن أنفسهم، ويرون بأم أعينهم أن هذا المشروع لا علاقة له لا بالثورة ولا بالشعب ولا بالدولة السورية. هؤلاء مجموعة جاءت لكي تصومل البلاد، لكي تحول الثورة إلى صومال جديدة. ولا يمكن وليس لديهم بالأساس عملية بناء. نحن لاحظنا أن المناطق التي سيطروا عليها في العراق هي اليوم أكثر تخلفا في العراق، وأكثر بعدا عن البناء، وأكثر بعدا عن أي عملية تفكير بالحقوق الأولية للإنسان العراقي. لذلك لا يمكن أن يتغيروا في سوريا وأن يكون وجههم في سوريا حضاريا وفي العراق دمويا. طيب سيد هيثم، في ضوء هذا الكلام، يعني في ضوء هذا الكلام، يعني يصبح من غير ذات جدوى أن نقول تحليلا لهذا أنه ما حدث هو مطلب غربي يسعى من خلاله الجيش الحر إلى تقديم أوراق اعتماد إلى المانحين لدعمه بالسلاح؟ يعني هذه وجهة نظر تحليلية قيلت في تحليل ما حدث. أحب أقول لك مسألة، للأسف لا الغرب ولا أنصار الإقليميين ولا وكلاء المحليين في يوم من الأيام كانت لهم الجرأة على خوض معركة كهذه، وكانوا على العكس من ذلك يهادنون ويمدحون. حتى أن جورج صبرا قال
نحن دافعنا عن جبهة النصرة أكثر مما دافعت عن نفسها. هذا الضياع والتشتت في التصور من أجل التغيير الديمقراطي الذي اعتبره البعض مكسبا، كأننا نزيد في جبهة مقاومة السلطة الدكتاتورية. هذا التخبط يدفع ثمنه اليوم ويدفع ثمنه من تبنى هذا الخط. نعم، شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا جزيلا لك سيد هيثم مناع، رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي في المهجر، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.